ضيف حلقة النهاردة وش معروف لينا كلنا، دايما بتحسه قريب منك ودايما بتحسه مريح ودايما بتحسه مبتسم، عنده وشوش كتيرة قوي ومواهب كتيرة جدا. دي مش أول مرة أقعد معاه، لكن المرة دي أنا حبيت أقعد معاه أكتر عشان أعرفه أكتر، لأنه فجأة لقيناه من إن هو ممثل إلى إنه فجأة بقى مغني وكمان بيقلد عباقرة وعظام. ومع إنه معروف أكتر كممثل كوميدي، لكنه فعلياً هو عنده الكتير إن يقدمه. والنهاردة هنعرف أكتر عن عمرو عبد العزيز في حلقة رمضانية جداً من البيجامة. مكرونة سباكيتي بريد صوص. ناي برافو يا عمرو. كبدة خلصت، هتقوم جايب طبق حلو كبير كده حاطط المكرونة، وجايب معلقتين كبدة كبار حاططهم على المكرونة دي، وتدلع يا ابو شورت مولع. ازيك يا عم؟ ازيك يا شيشو؟ اخبارك ايه؟ عامل انت ايه؟ زي الفل والله في نعمة. يعني احنا عرفنا بعض فترة قريب، بس المعرفة دي كانت لذيذة قوي وكده، يعني سبحان الله القلوب كده بتتلاقى. وكنت عارف ان انا القعدة التانية اللي هقعدها معاك هتبقى مختلفة، لانه اولا انت شخص متعدد الحاجات كتيرة قوي قوي قوي، وشخص بيقدر قوي الحاجة، بيقدر قوي الفرصة، وبيقدر قوي القصة، يعني المرحلة اللي انت بدأت فيها وعديت فيها، والناس اللي انت قابلتهم، والظروف اللي اتحطيت فيها، والظروف اللي انت كانت صعبة عليك وعملت منها حاجة حلوة. كل دي حاجات خليتك بالنسبة لي شخص مثير ان انا اعرف عنه اكتر، واخلي الناس تعرفه، او احاول اخلي الناس تعرفه ان ديفرنت لايز بيقول، او بشكل مختلف. فانا مبسوط ان انت معايا بجد والله. وانا كمان جدا عايز اقول لك، فعلا زي ما انت قلت، من امتع الانترفيوهات اللي عملتها القعده دي، والبيجامه والدنيا تمام، ده حاجه فوق اللطيفه بكتير يعني. طب احكي لي بقى اول حاجه مبدئيا، انا لازم يعني اخر حاجه شفتها لك وكانت معلمه معايا قوي نصيبي واسمتك. لان انا كنت شايف ان ده خروج عن زي ما بيقولوا ايه، عن المألوف. انت بتعرف تعيطنا، ودي هتكلم فيها بعدين، لكن ان انت تعرف تستفزنا وتخلينا حاسين ده ايه ده. والمشكله كمان ان ده جاي مع شخص تاني بقى اللي هو امير، اللي هو اوريدي بومبونيه بقى، والناس حبايه بقى وكيوت وكده. فكان برضو القرار منك ان انت تعمل الدور ده برضو قرار مش سهل. مظبوط. بص، هو الترشيح في نصيبي واسمتك جه من عمرو محمود ياسين، وده كان اول اخراج درامي لعصام نصار، وانا وعصام نصار صحاب جدا. فلما كلموني وشرحوا لي الموضوع، فانا اتخضيت، قلت لهم يعني انا اتبسطت في الاول طبعا، واتخضيت ان هم شافوني في الحته دي، فقالوا لي لا، جمله مش هنساها، فقالوها لي عمرو وعصام، قالوا لي لا عمرو انت ممثل، يعني انت مش محطوط في فريم ان انت كوميديان بس، فالدور ده الاخ اللي هو بيجز على اخوه، اللي عايز ياكل حق اخوه والبتاع. فده كان تركيبه بالنسبه لي جديده، على قد ما انا كنت فرحان بيها جدا، على قد ما كنت خايف منها جدا. ليه؟ عشان مختلفه. الناس واخده طول الوقت على عمرو ان هو لطيف كيوت مش عارف ايه، مش واخدين ان هو يجز كده، وان هو عايز ياكل حق اخوه، انه بيخش في المشهد الاخير بيقوم قالب الترابيزه على اخوه قدام باباه ومامته وبتاع. المشهد ده انا عايز اقول لك، انا المشهد ده كان معمول اخر مشهد عندي فعلا في المسلسل، وكان اخر يوم تصوير، وداخل انا فضلت قاعد في حتى امير لما دخلت سلمت على امير، ما سلمتش عليه سلام عادي، اللي هو ازيك يا امير، يا خلاص عامل حسابك. حتى امين حتى امين اتخض، لو احنا بنصور بقالنا اسبوع احنا لطاف وجمال بجد، لطيف جدا. المشكله بقى الثانيه ان انت يعني حتى في انسانيا مش عارف تبقى سخيف خالص، ووالده راجل محترم وراجل ذوق جدا، فهو حتى هو انا شفت الاكشن اللي هو ايه في ايه مالك. يلا يا جماعه، عملنا بروفا لطيفه من غير اي اداء، اللي هو دراي لطيف، دخلنا بقى في التصوير. بس انا واقف على الباب مستني الكيو بتاعي، هو قال الكيو وانا رحت داخل، ترخ تخ 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 من الاول تيك، عصام قال لي اصبر على الحلقه دي في عرض النبي، راح عدنا بقى المشهد تاني بكاميرتين تانيين اضيق حجم اضيق تاني، نفس اللي اتعمل. قال لي يا عمرو انا مش عايز ده ما يتعادش تاني، هو ما يطلعش غير كده. انت هخش برضه في قصتي بعدين، بس انت بتشوف انه انت تايب كاستد؟ بص انا بحب الدور الحلو. انت بتحب الدور. انا الدور الحلو لو جالي دور قاتل محترف ما بيقولش حاجه طول الفيلم،
مقضيها رياكشنات، اللي هو ممكن يقتل حد ويروح البيت يلبس بيجامه عليها دونالد داك زي دي كده، ويقعد كده ويسمع مزيكا. انت كنت بقى هيك منوره باهلها بقى، تخش بقى ايه تقتل ايوه لنا فيهم كله الكاست كله، ولا انا اتبقى سوى المنتج والمخرج زي ما كان بيقول. تخلص على طول. فانا بحب الدور الحلو، زي مثلا رمضان كريم دي كانت يعني كان دور جديد عليا خالص، الراجل اللي هو بيصدر للناس ان هو ملتزم وان هو مش عارف ايه، وان هو لما يشوف ستات في الحاره بيعمل كده بس يقعد يبص عليهم من تحت كده. دي كانت تركيبه برضو جديده عليا خالص. بس هل المنظومه او الصناعه بتشوفك كده؟ يعني بتشوف انك ممكن تقدم يعني مثلا عصام مسار قال لك كده، كام حد هيقول كده؟ بس ان جنرال لسه الناس بيشوفوا عمرو كوميديان في المقام الاول، وده بيضايقك ولا لا؟ بص عشان ابقى صريح معاك، اللي شاف ده لغايه دلوقتي يعتبر ثلاثه، ابراهيم فخر، سامح عبد العزيز، عصام نصار. انا مبسوط ان لغايه دلوقتي في ثلاثه شافوا ده. ليه؟ لان مع الوقت الثلاثه هيبقوا خمسه، بعد كده هيبقوا ثمانيه، بعد كده هيبقوا 10. فاهم ازاي؟ شافوه ادوا لك الفرصه، خدوا الريسك، لان ممكن حد تاني ما ياخدش الريسك. بالظبط. وبعدين كمان يا شريف خلي بالك، انت كل ما بتكبر سنه كل ما بتتقل اكتر، كل ما بتنضج اكتر، كل ما اختيارك، كل ما بيبقى فيه كام شعرايه بيضه لطفه تبتدي تروح في منطقه كاركترات وفي منطقه شخصيات مختلفه. صحيح. يعني انا لو حلقت لك الدقن دي دلوقتي هتلاقيني كيوتي قوي، فتقول لي انت تعمل اخو البطله اللي هي مش عارف عامله ازاي. فانا لو سبت دي بيضه كده شويه وسبت دي كده وحلقت الشعر، فتقول لي ده انت ممكن تعمل دور الواد القاتل او البلطاج اللي في الحاره اللي مش. انا ما بحبش الفريم اللي هو انا فريمي ان انا ممثل، مش كوميدي، مش تراجيدي، مش ادوار تاريخيه، انا ممثل. لما يجي لي دور حلو اعمله. حلو قوي. طيب عايز ارجع من الاول. ارجع انت. ارجع ارجع بس ما ترجعش بالكرسي. الكرسي الله يسترك، الراجل ظابط الكذا هيقعد بقى يوقف. ايوه بص يا عمرو، اوعدني بحاجه بس. اوعدك اتمنى اكمل الانترفيو ده على يعني حياتك. ما كله بيعدي تفتكر؟ والله معاك. كله بيعدي الحمد لله. طيب انت كنت نفسك ايوه تخش المعهد تغني يا منعم؟ انت كنت نفسك تخش المعهد وتغني يا منعم؟ بس ما دخلتش المعهد. ايوه من اول مره. ورحت اكتوبر كليه جامعه 6 اكتوبر مسرح برضو اداب مصر. ايوه. وطلعت الاول على الدفعه. ما دخلتش المعهد ليه مبدئيا؟ ما قابلونيش. ماشي اوكي. ما جيت قدمت في السنه اللي قدمت فيها ما قابلونيش في المعهد. ف ما حسيتش انه يعني ايه ده ليه ما يقبلوني؟ لا ده انا اتحطمت امالي. ما انا كنت بقى بص ساعتها بقى ثانويه عامه، وان المعهد هو البوابه اللي انت هتقدر تعدي منها، ولو ما دخلتش المعهد انت اتدمرت. فبعد شويه قلت ايه ده؟ طب ما استاذ عادل امام مش خريج المعهد، دكتور يحيى الفخراني مش خريج المعهد، في نجوم مش خريج المعهد. فقلت اذا هنا الموهبه هي اللي بتفرض. الدراسه ما هي الا انك تثقل الموهبه دي. بس برضو قلت انا عايز ادخل اداب مسرح. اما جيت بقى دخلت اداب مسرح حصل. انا بس بدون مقاطعه بس، حلو قوي ده ان اهلك ما منعوش. لا مع ان باباك انت قلت لي ايه؟ دكتور. انا والدي دكتور ووالدتي في الديكوريشن. محدش فيهم شاف انه انت عايز تبقى ليه تعمل كده؟ ما تاخد شهاده الاول. والقصه اللي هي بسمعها كتير قوي على الكرسي ده. لا هم كانوا سايبين لي منطقه الحريه دي حياتك. انت ولد وحيد؟ انا ولد وبنوته. اوكي. يعني فاللي هو اعمل اللي انت عايزه بس تبقى ماشي صح، المهم تاخد شهاده. دخلت اداب مسرح. حصل برضه موقف مش هنساه. جينا وانا في سنه ثالثه في الكليه في 6 اكتوبر، عملنا جمع اكاديميه فنون مسرحيه مع فنون مسرحيه، كان لاول مره بيستضيف عروض من الخارج في المهرجان المسرح العالمي. فكنا بنعمل مسرحيه اسمها شكسبير قاتلا، كولاج من اعمال شكسبير. وانا كنت عامل 4 شخصيات، كنت عامل كينج لير جوه، كنت عامل 4 شخصيات. بعد ما خلصت جالي ساعتها دكتور. ايه تاني غير كينج لير؟ كنا عاملين كينج لير وعاملين روميو وجولييت وعاملين اوديب وعاملين ماكبث وعاملين كذا حاجه يعني. فجالي ساعتها بعد العرض دكتور هلال عبد الفتاح الله يرحمه ويحسن ليه، كان ساعتها رئيس قسم التمثيل جوه. قال لي انت ازاي ما قدمتش في المعهد؟ قلت له لا انا قدمت وسقطت. قال لي ايه؟ قال لي تعالى وانا هدخلك المعهد من غير اختبار. قلت له انا في سنه ثالثه عشان اعيد 3 سنين تاني. صدقني يا دكتور هيبقى صعب، لو في سنه اولى كنت حققت لك الامنيه دي جدا. بس بعد ما خرجت اتبسطت طبعا ان المعهد اللي رفضني في يوم من الايام هو اللي بيقول لي تعالى دلوقتي ادخل. وما اشتغلتش خالص او ما عملتش اي حاجه في المعهد بعد كده؟ اشتغلت على طول بعد ما خرج جلال ليتر. بعد ما خلصت بقى الكليه اتخرجت وقعدت دفعتي وكل حاجه والدنيا تمام. قعدت سنه شغال كاستمر سيرفيس في احد شركات الاتصالات. والله
اشتغلت في اللي هو ايه بقى اللي هو مساء الخير يا فندم. اللي هو مساء الخير يا فندم، مع حضرتك فلان فلان شركه كذا مش عارف ايه يا فندم، لو واجهتك اي مشكله 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع يا فندم مش عارف ايه. ففجاه تلاقي واحد بيقول لك، انا بقول له لو واجهتك اي مشكله، فتلاقي بيقول لي نور الشقه عندي بيقطع. قلت له يا فندم اي مشكله في الخط مش في، انا ماليش علاقه بنور الشقه، يعني اي مشكله في مش في البيت، اي مشكله في الخط سعادتك يعني. بس اشتغلت حوالي سنه. سؤال سؤال ايوه ده عشان يبقى عندك وظيفه يعني كده، عشان عشان يبقى في دخل بقى، عشان بقى يعني بقى اتخرجت من الجامعه مفيش ولا بلاتو قابلني، مفيش ولا حاجه تيجي خالص ولا بني. طب ما ده غريبه قوي، لان انت برضو انت اشتغلت في الجامعه واشتغلت مسرح كتير وتهلاقي اشمال ايه بقى، رحت كاستنجز وبتاع، رحت بقى اوديشنز ورحت مكاتب كاستنج، مصر الجديده، اروح وسط البلد، اركب اوتوبيس، اركب اركب جدا وانزل، ولا مفيش عربيه بقى. فلقيت نفسي طيب، ما انا مش هفضل اقول لابويا وامي بقى ادوني فلوس، لازم يبقى في انكم، لازم يبقى في حاجه يعني اتسند عليها يعني. أوكي. فقدمت في شركه معروفه يعني، وليهم فرع في 6 اكتوبر، وكان باص الشغل بيعدي عليا الساعه 8 عشان ادخل الشركه عشان اعمل لوج ان الساعه 9 واخلص البريك بتاعي الساعه 3 وامشي الساعه 5 بقى موظف بس خلاص بقى. امال ايه اللي حصل؟ قعدت بقى حوالي 4 شهور العفريت اللي جوايا ما استحملش، ما عرفتش، قلت لا ما لا لا ما مش انا، انا ما معرفش اقعد على كرسي، ما مش انا خالص. بس وحتى يوم يوم ما سبت الشغل ما روحتش قدمت استقاله، انا سبته ما روحت ولا بعت ايميل والله العظيم. بصحى الساعه 7 الصبح وظبط الالارم وكل حاجه، خدت القرار في يوم الموبايل ضرب، ورحت عامل كده قلت اقسم بالله ما انا رايح، ورحت قافل التليفون وخلاص ونمت وبح. كلموني بقى ومش عارف ايه، ما كانش فيه بقى ساعتها واتساب ايميل بقى وتليفونات، قلت لهم معلش اصل عندي حاله وفاه بقى. فالراجل السوبرفايزر بتاعي اخر ما زي عمرو انت جاي ولا مش جاي؟ مش جاي وخلاص. بس خلاص خدت قرار. انا عايز اقول لك انا اول مره احكي الموضوع ده محدش يعرفه خالص، اول مصحف. ايه حكايه دكتور هاله سرحان؟ دي ست جميله. ايه الحكايه دي؟ جميله. ايه حكايتها في حياتك؟ دي من اصحاب الفضل عليا بعد ربنا دكتور هاله سرحان. ايه اللي حصل؟ انا كنت عامل حماده يلعب، فكانت معانا مساعده المخرج بتعمل برنامج هاله شو مع دكتوره هاله سرحان على قناه روتانا. اوكي. ف المفروض ان الحلقات الاولى اول عوده لدكتوره هاله على قناه روتانا برنامج هاله شو بيبقى فيه سكتش كوميدي بيتصور، يتم تصويره ويتعرض في الحلقه قبل الحلقه ما تتذاع. عملت اول 3 سكتشات، في السكتش الرابع لقيتهم بيكلموني قال لي دكتوره هاله سرحان عايزاك النهارده بسرعه ضروري تروح لها مدينه الانتاج. انا دخلت قابلت الدكتوره هاله حبيبي، وقامت وقفت واستقبال انا ما توقعتوش خالص. انا هقدمك في حلقه النهارده. قلت لها تقدمي مين؟ قالت لي انت هتقعد في وسط الناس وهقدمك بعد السكتش بتاعك. على اساس ايه بقى؟ السكتشات بقى عملت ساعتها بومينج. ناس كان قادرين على روتانا. روتانا. وقدمتني ومش عارف ايه بعد السكتش، ورحبوا معايا بالفنان الجميل عمرو عبد العزيز وبتاع. فانا فجاه بسمع صوت الجماهير بقى فودني بقى اللي هو مش عارف ايه وبتاع، وفضلت قاعد بقى. لا وقتها اصلا يعني هلا شو ده كان موضوع. لا 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 ساعتها ما كانش فيه بقى، ما كانش فيه بقى الفيسبوك وما كانش فيه الفيديوهات واليوتيوب. مفيش حاجه. هو مفيش حاجه. فانت بالنسبه لك هو طلعت في هلا سرحان انت عديت خلاص. لا ودكتوره هلا سرحان بتقدمك بقى وانت قاعد. دي كارثه قومية. اللي هو ايه ده ايه ده ايه ده في ايه اللي بيحصل ده ايه ده؟ واو. فهي طب انا نطيت معاك حبه. اعمل اللي انت عايزه. نرجع تاني خلاص. فانت صحيت الصبح وقلت انا مش رايح. مش رايح الشغل. النبي ما انا رايح المدرسه. علي النعمه مدرسه. ماشي. فايه بقى؟ فانت في الهلي بقى، انت في ولا حاجه. في الهلي بقى خلاص. فايه بقى بتعمل ايه؟ مفيش بقى. اوديشنز بقى. رحله بقى الاوديشن تبدا من جديد. اوكي. لحد ما ايه بقى اول حاجه لضمت؟ اول حاجه بقى لضمت كان حماده يلعب. اوكي. ده كان سعيد حامد؟ استاذ سعيد حامد الله يكرمه. صح. ايه اللي حصل؟ مفيش. رحت كنت عامل حاجه اسمها ليلى سيد احمد بقى. في الفيلم دول كان اسمه ليلى؟ ليلى. ليلى سيد احمد. ما هي ليلى سيد احمد دي. دول كانوا مشهدين في الفيلم بتاع احمد رزق بتاع حماده يلعب. ايوه. فليلى وعشان عرف ان حماده بقى معاه فلوس فرجع قلب بقى علاء، هما مشهدين. فانا عملت الفيلم ده كنت سعيد بيه جدا، اول حاجه سينما اعملها في عمري يعني. قبلها طبعا كان في حاجات بقى اللي هو كومبارس صامت اللي هو ما يتكلمش. وتروح جدا. ولو قلت لك على فكره على حاجه انت هتستغرب جدا، انا ممكن اقول لك انا طلعت صامت في ايه ومش هتصدق. كان في فيلم
متأكد انك عايز استنى والله العظيم انا قلت لك كان في فيلم اسمه هو في ايه بتاع احمد ادم ومحمد فؤاد. خبر ابيض بتاع انني ايوه يا لهوي صلصة تليفون التليفون البيت ايوه عمرو ايوه عندك بكره في تصوير في فندق كذا مع الاستاذ احمد ادم والاستاذ محمد فؤاد ومشهد حولي حولي جبت نزلت الدولاب كله في الشنطه نزلت الدولاب ورايح تصوير الساعه كام قال لي حضرتك كاميرا الساعه 2 حضور 1 الظهر انا 12 كنت في اللوكيشن طبعا اول انا ملتزم امال انت تسمع بقى الفنانين الكبار بيروحوا بدري وكده الساعه جت 8 بالليل لسه ما صورتش ما يئستش والله ما يئست عادي جدا ما يئستش انا قاعد بس انت مش عارف هتصور ايه ها ولا ادوك سكريبت ولا اي حاجه هو ولا انت مين يلا يا جماعه خلاص قال لك بص بقى عمرو قلت له ايوه قال لي اول هتلاقي احمد ادم ومحمد فؤاد جايين من عند هيعدوا من عند اللوبي من عند الكاونتر قلت له ايوه قال لي انت هتعدي من ورا قلت له تمام هوقف بقى يا استاذ احمد ولا اسامه قال لي لا ما تقفش حد سمعت ناي حزين ناي سامع والله العظيم يا شريف ناي وجزء تشيلو فاهم ازاي ودي بدات ترغرغ واللي هو انا جاي اليوم ده كله عشان اعدي طب كان اي حد من المساعدين مش يعني ايه اللي انا هضيفه للدراما لما انا اعدي من ورا يعني طيب خلاص انا عايز اطول اطول التعديه بقى يا ريت انا بعدي من ورا كده فايه رحت عامل كان حد بيشاور لي رحت واقف في النص وانا بعدي كده عايز اعدي عايز اطول التعديه شويه وخدوها خدوها يا حبيبي ده طلعت جامد بقى اه خدوها طبعا طلعت جامد انت على كام مصري الكبار دي يا استاذ احمد ادم بقى ساعتها حبيبي لما حس ان انت ايه بتاع مسككم بقى لهم انتوا اغبيه الواد شكله كويس باعتين جايبينه من الصبح هو شكله ممثل ما تزعلش ومش عارف ايه وبتاع وقعدني وشربنا قهوه من اليوم ده انا وعم احمد ادم بقينا اصحاب جدا بقينا نتكلم بقى كتير بس حول ولا قوة إلا بالله عشان لما حد ما كده يرجع يقول لك أصل يا جماعة ما بيتعبوش لا بنتعب عادي على فكرة خالص أنا بدأت تصوير 110 بالليل يعني أنا جاي من الساعة 12 الدور بدأ 10 عشان أعدي أما أنا كنت هطير كنت لسه هجي طيب نرجع بس النبي خلينا نخلص بس القعدة دي بس احنا بقى انت عملت حاجة قبل بقى خالد جلال يعني احنا كل ده بنعمل حاجات سينما بسيط ولسه انت مش من التخريج من التخرج رحت على خالد جلال على طول انت في جاب لا وبعدين في سنتين مرمطة يعني في انا اتخرجت في سنتين شغل بقى واوديشن ومرمطة وبتاع لغاية ما عايز اقولك ان انا المفروض كنت هبقى في الدفعة الاولى عند استاذ خالد بس يوم اختباري انا نجحت الاختبار الاولاني الاختبار التاني كان عندي التهاب في احبال الصوتية فرايح انا بعمل كده بالظبط بنفس الاداء ده ماشي فاول ما دخلت فاستاذه ساندرا نشأت قالت لي انت فيك ايه؟ قلت لها انا صوتي رايح خالص قالت لي طب تحب تمشي؟ قلت لها لا انا عايز اعمل المشهد وعملت المشهد كده اوكي في النجاح في التصفيه الثانيه الاستاذه ساندرا مع طبعا ما ادتنيش يعني تقييم كويس ان صوتي رايح فما دخلتش الدفعه الاولانيه اما جيت بقى الدفعه الثانيه فلقيت بقى استاذ خالد جلال وانا بسحب الاستمارة كان واقف قال لي اخبار صوتك ايه كام ده بعد 3 4 سنين بس فاكر طبعا قال لي صوتك عامل ايه قلت له لا تمام قال لي قبل الاختبار تقعد يومين ما تتكلمش شاور بس يعني شاور 4 سنين الدفعه الاولانيه انت برج ايه انا برج القوس انت لا تكل ولا تمل لا انا بدام حاجه بحبها بص يا شريف اي حاجه ريليتد بالفن سواء تمثيل سواء غنى سواء دراما سواء موسيقى سواء اي حاجه ريليتد بالفن انا وراه انا معاه وما عنديش حته ان يقول لك لا الممثل للسن ده هو خلاص كده مش موضوع السن بس موضوع مثلا حاجه زي مثلا حاجه بتاعت خالد جلال دي لو كان حصل كده حد تاني كان ممكن يقول لك لا دي علامه يا مارد انه بتاع
لسه بقى بعد اربع، وانت اكيد في الاربع سنين دول بدات تشتغل، انك اه بدات، انا اه شايف السي كنت في، عملت حاجات. بدات حاجات وبدات سينما وبدات مسرح. بالظبط. عرفت كده، كان عايز كرسي كان وقتها او قبلها، قبلها بعدها بشويه. بعدها بشويه انت لا انا بدات كنت تشتغل. دخلت، انا كنت داخل عند الاستاذ خالد الورش عنده، وانا كنت عامل بره حماده يلعب وعودة نادله واوراق مصريه وعلي مبارك، كنت عامل حاجات كتير طب يعني. حلو قوي. فكان حد تاني يقول لك طب انا عليا انت بكام بقى من اوريدي اشتغلت خلاص، خالد جلال بقى والتزام ويقعد بقى مع 50 ساعه في السنه لا و50 يوم في البتاع وعروض وكده، ايه اللي يجبرني؟ انا داخل جوه، انا ليه بقى، انا بخليك قول ترد على السؤال ده عشان دايما بقول الحكايه دي في البيجامه، ان ناس كتير جدا من اللي بيتفرجوا علينا بيبقوا بيبصوا لكل الجاست بتوعنا على اساس ان دول يعني ستوريز نفسهم يبقوا جزء منها او يعملوا زيها. فانا عايزك ترد الرد ده عشان بس يفهموا انه لا، انه لا it takes time، وفي حتى لو اشتغلت وكده لو جات لك فرصة زي خالد جلال مثلا تروحها لان دي حاجة هتفيدك. فانا عايزك تقول لي كلمتين دول. بص انا دخلت قول عند بقى خالد كلمتين. جلال. انا جاي بتقول لي انا عايزك تقول. ايوه انا دخلت بقى، دخلت عند خالد جلال عشان تجديد خلايا التمثيل. حلو التعبير ده. لازم انت تجديد بتاخد خلايا ورش التمثيل عامة كنت طبعا، ولو في ورشة في استوكهولم هروح. ليه؟ ليه الان؟ الى لحد ما يعني ربنا يختارني. وانت ممثل محترف وشغال جدا. ما هو التمثيل يا شريف ملوش ليميت، ما ينفعش تقول انا لا 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 انا جيلي الدور، انا اشتغلت كتير في حاجات. انت كمذيع او انا كممثل ممكن نقف عندها يعني، لو جالي دور صعب انا ممكن اكلم حد واقعد معاه واشتغل عليه، ده طبعا مش عيب طبعا. لو في ورشة تمثيل لمستر هنري مثلا جاي مصر هيقعد اسبوع والورشة دي الكوست بتاعها كذا، اروح وادفع. ليه؟ لان الراجل ده هيفيد، احنا بالنسبة له حتى لو نجوم هو راجل جاي من بره، هو مش عارفنا، هو احنا بالنسبة له طلبة. فمدام رضيت بالرولز دي انك تخش، اكيد هتتعلم من الراجل ده حاجة، هتتعلم منه جملة، هتتعلم منه طريقة حاجة في تحضير لحاجة. انت مهما يعني، انت النهاردة مثلا بتركب عربيتك، انت بقالك مثلا 10 سنين بتسوق، في لمبه لو نورت في التابلو هتخش محمود هي اللمبه دي بتاعت ايه وانت بتسوق بقالك 10 سنين؟ صحيح، وده بيحصل لطول الارض. صحيح. هتلاقي في حاجه حمراء كده اللي هو فجأة عبيت. يا محمد وانا سايق اللمبه الحمراء دي هصورها لك وابعتها لك، فتبعت يقول لك يا عم دي لمبه السير بتاع، وانت بتسوق بقالك 10 سنين. صحيح. فالبني ادم ملوش حد في التعليم، كل ما زي بقولك كل ما بتعيش كل ما بتتعلم. عمل ايه معاك بقى تجربه خالد جلال وحيران وانت كنت في قهوه ساده وقهوه ساده نجحت جدا واتشافت جدا جدا، ايه اللي حصل معاك في التجربه دي او في المسرح ده عموما او في تجربه خالد جلال؟ لا تجربه خالد جلال كانت تجربه مختلفه جدا. انت بتقعد هناك اكتر ما تقعد في البيت. وايام البروفات لما كنا بنشتغل كنا بنخش المسرح الساعه 5 او 6 بعد الظهر، بنطلع منه 3 4 الفجر. فانا مسمي خالد جلال الجواهرجي، هو الجواهرجي لان هو بيشوفك خامه كويسه فبيحطك، هو بيعرف يحطك في علبه قطيفه ويعرف يسلط عليك سبوت اضاءه بشكل معين فينجمك بشكل حلو. والبيت هناك انا مسمي المركز بتاع ده البيت، لان احنا كنا بنقعد هناك يعني. انا ما كنتش اعرف فراج، محمد فراج، محمد سلام، ومحمد ممدوح تايسون، وهشام اسماعيل، كل دول احنا داخلين جوه. في ناس كانوا اصحاب وفي ناس يعرفوا بعض وفي ناس ما يعرفوش بعض. فجوه يعني مثلا في تمرين ان انت بتقعد تحكي حكايه على موسيقى حزينه، ففي فجاه ناس بدات تشوف ناس بشكل غير طبيعي بشكل جديد. يعني انا بالنسبه لي هشام اسماعيل ده اللي هو فزاع في الكبير ده كان بني ادم طف جدا وكان بني ادم رزل بالنسبه لي جدا. في جزء في التمرين ده لقيت هشام ده بيعيط وبيحكي حكايه ان هو كان متزوج وانفصل والبيت وبتاع، فاللي هو بدانا نبص لهشام من زاويه تانيه خالص. انا اللي كنت بهزر ومش عارف ايه، ففي في المشهد رحت معيط افتكرت موقف، فبدات الناس تشوف عمرو، لا ده عمرو ده ايه ده طلع. فانت جوه بتكتشف الناس والناس بتكتشفك بشكل غير طبيعي، بشكل من اول وجديد بتكتشفه. فالمكان جوه لا طبعا هو عمل فينا كلنا حاجات لطيفه جدا 100% طبعا. انت كان الشغل الاساسي سينما سينما سينما، وبعدين حصل عادل امام، وقصة عادل امام لذيذة قوي لان عادل امام اساسا شافك في اعلان. يعني فات نظره في اعلان حاجة. ايوه كان اعلان فيلم ايظن اصلا. وبعدين وقفك في الشارع في يوم، انا القصة دي بالنسبة لي اصلها يوم نظرية 29/12. يوم ايه؟ يوم 29/12 فاكر اليوم؟ 2006 الساعة 4 الا ثلث الفجر.
يعني ده سلوجن يوم 29/12/2006 4 لتلت الفجر، مقابلة الزعيم غيرت مجرى حياتي. ازاي بالظبط؟ ده مانشيت باخبار النجوم ده بالظبط على طول كده. ايه اللي حصل؟ انا واقف في الشارع مستني اركب حاجه عشان اروح، مفيش عربيه بقى لسه. 2006 2006 وفي عربيه طالعه من شارع جانبي فبتهدي عشان تطلع على شارع الهرم الرئيسي، وفجاه لقيت الازاز بيتفتح وحد بيعمل لي كده. فانا قلت ايه ده في ايه؟ فببص لقيته استاذ عادل امام. ففجاه اللي هو ده جرافيك، دي كروما، دي كروما جرافيك ده. فطبعا تنحت. اصل هو بيعمل كده في الناس في التليفون. فالناس في التليفون يا حبايبي كذا مره كنت اكيد سمعت قصدي من مكي ومن كذا حد يقول لك دي اشتغاله ويقفلوا السكه. لا لا لا، وبعدين بيطلع استاذ عادل فعلا. لا ده انت هو بقى شفته بقى وش في وش. هو اصلا لما هو يعني هو لقطني في التهديه بتاعت العربيه دي ان هو يجمع شكلي اصلا وانا لسه ما عملتش حاجه. أيوة. وجمعه من اعلان، ده بالنسبه لي عجيب. ففجاه إيه لقيته راح واقف لي كده، قال لي انت ايه اللي موقفك في الشارع في الوقت ده؟ قلت له ما فيش، انا مش هروح. فقال لي بتعمل ايه الايام دي؟ بعمل الايام دي ايه؟ هو انت بتسالني كبني ادم ولا بتسالني كممثل ولا بتسالني كواحد هتعطف عليه هتدي له حاجه مثلا لقيته في الشارع بردان ولا مش عارف، مش فاهم برضه. فاللي هو قلت له بعمل مسرحيه في المسرح. قال لي اه عرفته، طيب انت كويس، هجيبك معايا في حاجه، يلا باي باي. وراح ماشي. دخلت واقف بقى كده الصبح. انا خدتها ماشي لغايه البيت. يا نهار ابيض، ماشي لغايه البيت مش فاهم حاجه يا حبيبي خالص. انا روحت البيت لقيت امي صاحيه بتصلي الفجر، فهي خرجت لقيتني قاعد في الصاله عامل كده. بالظبط كده بالظبط. قالت لي عمرو في ايه؟ قلت لها اسكتي، مش عادل امام وقف لي في الشارع. قالت لي بالظبط، قالت لي الحمد لله يا رب هي وصلت معاك للدرجه دي. خلاص هي عارفه ان ده مجنون تمثيل بقى. خلاص فامي اتخضت، قالت لك ابني راح وصل، ابني بدا يشوف حاجات ما حد بيشوفها وصل غيره. وصل بقى خلاص. قالت لي طب طب استهدى بالله قصدي الفجر. قلت لها اقسم بالله عادل امام وقف لي في الشارع. قالت لي يا ابني مين اللي وقف لك؟ قلت لها استاذ عادل امام. قالت لي وقف لك؟ قلت لها اه. قالت لي ونزل بقى وسلم عليك؟ قلت لها لا وقفت جوه. وابتديت اشرح لها الموضوع. قالت لي طب يا ابني والله دي علامه من ربنا، يلا خش صلي الفجر وقول يا رب. ماشي. بس شهر واحد راح، شهر فبراير خلاص. انا عارف بقى الاستاذ بيحب يجامل الناس يعني. وكان الله يرحمه بقى دكتور عزت ابو عوف حبيبي جدا، كنا اصحاب قوي. فرحت له المسرح قاعد معاه في الاوضه، ففجاه الباب اتفتح لقيت استاذ عادل دخل دكتور عزت. فانا من الخضه ما قمتش. ده في الهرم، مسرح الهرم، مسرح بادي جارد. في بادي جارد. ففجاه انا قاعد كده فهو ودكتور عزت، ففجاه استاذ عادل راح عامل لي ازاي؟ انت بتنح لنا ليه كده؟ قلت له ما فيش يا استاذ. قال لي انت اتفرجت على المسرحيه؟ قلت له لا. قال لي احنا مش قد المقام ولا مش عاجبينك؟ قلت له لا يا استاذ ولا. قال لي طب اتفرج على المسرحيه النهارده وما تمشيش بعد المسرحيه، عايزك. اصعب 3 ساعات ونص يكش الساعه تتشال. عارف دخل الناظر، عارف هيزيدك كمان. انا قاعد مش واخد بالي المسرحيه بتقول ايه. انا مش مركز في انا مركز في حاجه واحده، عقرب الساعه وغيب غيب غيب ارجع لها 3 دقايق عدوا. اقعد انطم بقى اللي هو امشي بقى تتشليتي ولا ايه. بس خلصوا 3 ساعات ونص. دخلت الاستاذ عادل قال لي بقول لك ايه، انت وراك ايه بكره؟ قلت له ولا ورايا يا استاذ يعني. قال لي طيب بكره تجيلي المكتب الساعه 9. قلت له 9 الصبح؟ قال لي احنا بنبيع لبن. 9 الصبح ليه؟ تجيلي 9 بالليل. عارف مكتبي فين؟ قلت له اه طبعا يا استاذ. 8 ونص كنت جوه المكتب، هو 9 ل 10 او 9 بالظبط لقيته داخل. قال لي برافو، مواعيد كويس، تعال. دخلنا المكتب، انا كل ده قاعد ما بتكلمش، انا قاعد قدام عادل امام. انتوا ايه؟ فقعد يحكي لي بقى، قال لي اكتر فيلم بتحبه ليا؟ قلت له الانس والجن. قال لي انت عارف ان كان رامي امام عايز يعمل منه جزء تاني؟ قلت له ده يا ريت. قعدنا نتكلم حوالي ساعه، انا قاعد ساعه مع الزعيم. قاعد بقى اللي هو متيم قاعد بعمل له كده. لحد في الاخر قال لي طيب بص يا عموره، احنا بنعمل فيلم عن شباب الجامعه وترجمه الناس جوه الجامعه وبتاع، وشرح لي الفيلم. قال لي ايه رايك؟ قلت له حلو يا جميل. قال لي مبروك. قال لي انت معانا في الفيلم ولا ليك راي تاني؟ قلت له انا
قال لي اه يعني ولا ده هتعتذر لنا؟ قلت له اعتذر مين يا استاذ؟ ده انا لو هشتغل بوفيه في الفيلم. لو عادي زي نفس التعديه بس دي اعدي بقى. فقال لي لا هتشتغل معانا وفي دور حلو انا شايفك فيه. قلت له دور؟ قال لي اه دور. اما هتيجي تتشام على اضاءه يعني ولا انت مش ممثل يا ابني وقاعد يعمل لي كده؟ على دخلت استاذ علي ادريس. أوكي. قال لي عم مورا. قال لي ايه ده انت تعرفه؟ قال له اه ده ممثل شاطر وشفت له مسرحيه. قال له كده هيطلب اجر عالي وهيتفلين علينا ومش عارف ايه. بس قال لي تعالى انت معانا يا عم مورا. قلت له اه يا استاذ صعب. قال لي يلا مبروك. ماشي. وطلعت على البوستر. لا ده هو البوستر ده كان ليله ده انا واحمد حطيت على البوستر ده انا واحمد مكي قعدنا نعمل سينا على الليله دي. دي كارثه قوميه مش مفهومه. احنا كنا في مسرح الهرم. اه فجالنا استاذ محمد زين الله يرحمه قال لنا يا اساتذه احنا بعد 3 ايام هنبقى في البيت عند الاستاذ. قلنا له هنعمل ايه هنتغدى ولا ايه؟ لا قال لك عشان تصوير افيش الفيلم. قلنا له طب احنا ايه علاقتنا بافيش الفيلم؟ الاستاذ عايزكم معاه. ايوه في البيت نقف نجامله ونقف نتفرج عليه. الاستاذ عايز معانا فين؟ قال لك الاستاذ عايزكم معاه على البوستر. قلت له قال الاستاذ هيعمل بوستر لوحده واحنا هنحط لنا كور كده تحت يعني كور زي قلت له الكازوزه كده دواير تحت كده. قال لي والله ما اعرفش بقى. المهم رحنا لابسين بدل وكرافتات قمصان. فالبنت الفوتوغرافر بقت له بس بقى يا مستر عادل انا عايز. قال لها ولا تعوزي ولا تنيلي انا عايز صوره تخرج. قالت له ازاي؟ قال لها ثانيه واحده. راح جه واقف قال لها ميرفت مدام ميرفت امين تعالي بسمه تعالي يلا عيال اقف ورايا. وده احلى حاجه بالبوستر من الذ حاجات في الفيلم ده على فكره. وقفنا حتى الفوتوغرافر قالت له طب ده من اول المرات القليله الاستاذ عادل يلاقي يعني يبقى كل كرو الفيلم موجود. اول مره للاستاذ عادل امام انه يعمل فيلم يعني كل الكاست اللي عمل في الفيلم ما بتحصلش كتير. ما حصل يعني يوم عمل التجربه الدنماركيه كان عامله بظهره. ايوه صح لان ساعتها كان طالع موضوع يقول لك ان عادل امام وافلامه. قال لهم طب انا هعمل بوستر بظهري. صحيح. عمل سيشن كان عم واقف عامل كده ومكتوب صحيح. عادل امام التجربه الدنماركيه والفيلم جاب فلوس غير طبيعيه. قبل مورجان غير بعد مورجان؟ اه طبعا. من ناحيه ايه؟ من ناحيه انت شوف يعني انت بتتعامل مع الموضوع ازاي؟ بقيت شايف مثلا لا دلوقتي بقى انا في حته كويس يعني كويسه دي خطوه كويسه بالنسبه لي ولا كمان برضو بقيت بتتشاف بطريقه مختلفه شفت احسن شفت اكتر ولا الاثنين؟ لا طبعا كل حاجه انت اتشفت في فيلم سينما انتاج شركه كبيره محترمه شفت مع سوبر ستار وميجا ستار زعيم زي نجم كبير زي الاستاذ عادل امام معاه نجمه كبيره زي مدام ميرفت امين فانت عندك كل عوامل النجاح اللي ربنا يعني بيطبطب عليك بيها فانت طبعا بعد الفيلم ده اتشفت بشكل لطيف جدا بدات تتعرف. الاول كنت بتتعرف حاجات بسيطه لا يعني انا فاكر بوستر الفيلم ده لما نزل انا نزلت بكاميرا الفيديو ساعتها الساعه 7 صباحا على اول طريق المعادي كانوا عاملين بوستر كبير قوي وقفت بكاميرا الفيديو اصور البوستر واصور وقفت اتصورت جنبه فرحان اول بوستر ليا في حياتي طبعا. مع استاذ عادل امام فطبعا فرحه لهبل بقى اكيد اه نفسي اعمله فيلم تصدق ينفع فيلم فرحه لهبل طبعا فرحه لهبل ينفع اسم برنامج تخيل يا شريف ينفع اسم برنامج حلو فرحه لهبل بس خلاص بس كده ضيوف مش هتجيلك طبعا مش عايز اقطع الكلام الحلو والضحك الحلو قوي دوت لكن بفكركم لو عجبكم الحلقه دي تابعونا اعملوا فولو ولايك وسبسكرايب لجي ام اي ولحلقات بالبيجامه عشان تتابعوا كل الحلقات وكمان تعرفوا كل حاجه بتحصل في جي ام اي كمان الحلقه. طيب هنلعب لعبه عشان دايما كده احب اقطع الحديث الشيق والعب لعب. يلا. في لعبه اسمها الليسته. الليسته دي عباره عن الاتي ان انت اللي هتختار فئه ايا كان ممكن تبقى حيوانات ممكن تبقى فواكه ممكن تبقى اماكن ممكن تبقى وات ايفر خلاص تمام. وانت عليك تقول واحده وانا عليا اقول واحده هتقول علي واحده وانا اقول واحده اللي يعطل اللي قدامه هو اللي يكسب. طب معلش نلعب سيمبل يعني حاجه سيمبل كده صغيره جدا يعني مثلا فاكهه موز برتقال طبعا تانية زي كده اوكي اوكي ماشي جدا اختار بقى فين بس اللي اختار ده تحط لا انت الجست ده انا في بيتك ما انت الضيف لا والنبي لا والنبي ابدا بلاد يا ده هنقعد نقعد الصبح دي يلا ماشي يلا فرنسا انجلترا الولايات المتحدة اليابان مصر السعودية الصين الامارات روسيا قطر تشيكوسلوفاكيا البحرين الامارات سلطنة عمان
قلت الامارات. ايه ده خلاص كده 1-0. ايه الكرواته دي؟ الو لا ممكن نكمل عادي 1-0 ماشي. ممكن نبقى 1-0 خلينا داخل السكور من 3 ماشي. كمل اختار انت بقى كاتيجوري تاني. انت اختار الكاتيجوري التاني. ايه ده اللذيذه دي ماشي. بتحب الاكل؟ اه جدا. اطباق؟ اه. اسكالوب؟ ورق العنب بسلطه زبادي. بيف ستروجانوف؟ فول عليه شويه بصل اخضر. عيش بلدي عارف. برجر؟ حاجات كده. طب برجر يلا. انا قلت لك طبق فول عليه شويه. ما انت قلت خلاص انا قلت لك برجر. حاجه ثانيه يعني. شويه مسقعه وجنبيهم عيش بلدي والمسقعه تخش الفرن تاخد طبق بشاميل. بكيزه وزغلول عارف. وعيب لما تعملي بقليله كده. بقليله دي بقولات اللي بتاكليها دي بقولات. بيتزا. شوف انا بخلص ازاي بيتزا. لا بس لذيذ عمر. ايه بيتزا بجبنه عليها طماطم. هو مش هقول لك بيتزا. طب انا هقول لك على حاجه. انت ممكن بيتزا يقولك. بيتزا ها. فراخ بني. ايه ده الكروته دي؟ طب اقول لك على حاجه. هلعبك انا بقى لعبه ثانيه. قول لي اكله ها وانا اقولها لك تاكلها ازاي. لا ده كده بقى انا جعت. ما ده حلو. احنا في رمضان. ما دي فقره اسمها انا جعت. يعني انت قول لي مثلا هتقول لي مثلا برجر. تجيب عيش كايزر وتجيب قطعتين برجر وتحط ما بين كل قطعه وقطعه خس وكاتشب وطماطم ومايونيز وسلايز كده جبنه شيدر حلوه قوي وبصل وتحط ده كده في طبقتين ماشي. وتحط عليهم طبقه العيش وتحطهم فين بقى؟ في الاول في الميكرويف. يطلع حطهم في الساندوتش ميكر لمده دقيقه. ايه ده وجنبهم بقى ازازه بعد الميكرويف. بعد الميكرويف وجنبهم بقى ازازه. مش هقول حاجه ساقعه عشان مش عايز. وجنبه كده طبق صغير كده هتحط فيه كاتشب على مستردة على مايونيز وتقلبهم تعملهم صوص كده. فبقى شبه صوص بتاع حاجه معاك كلنا عارفينها. سيلافي. سيلافي دي اكله اسمها اكله السيلافي. طب انا هديك بقى اكله تانية لا ما بحبهاش. عشان كان عندنا برنامج كده في جي ام اي. وكان مهمته كان شافه سامي مسعود كان مهمته ان هو يقنعنا واكلني خرشوف وانا ما بحبش الخرشوف. خلاص تمام. انا هدي لك اكله ما اعرفش احنا دخلنا بره الموضوع خالص. هدي لك شيء وانت تقول لي تعمله ازاي يبقى حلو. بطريق مثلا؟ ما تاكلش بطريق. مش تاكل بطريق بس. استنى. مش عايز اقول قلقاس يعني ماشي. خلاص ماشي. السبانخ برضه سهله بتعملها. الاكل انت ما بتحبهاش انت هتقولي عليها عشان كبده عاديه ولا اسكندراني؟ لا العاديه. كبده لحمه. كبده لحمه وكبده فراخ الاثنين. عسليه. انا ريحه الكبده بموت. ما هو ساعتك هتعمل ايه؟ ما هو انت عشان من ريحه الكبده بتموت. انت الاول هتجيب طبق سايب عليه ميه بشويه خل عشان نضيع ريحه الكبده. ماشي اوكي يا عسل. سلام حلو. ماشي. وهنجيب طاسه كبيره حلوه كده جميله لطيفه. هنبشر فيها بصلايه ناعمه كده قمر. ونحط عليها ملح وفلفل وشويه كمون. فالريحه دي مع الزفاره كمان بقى. على ونقطع عليها شويه فلفل الوان. ونقوم جايبين الكبده دي بعد ما صفيناها نحطها ونقلبها تقليبه بسيطه تشوه. على نار عاليه عشان ما تنزلش ميتها. طب يا جماعه هو خد اللعبه وداها في حته تانيه خالص. فشكرا عمرو تكسب عليا طبعا. اقنعتك بالله. ونطلع على البرنس اصلا دلوقتي حالا. اللي انت هتعمله ده هيبقى احلى من البرنس. نرجع لبرجوله. هو هيعمل كبده دلوقتي. يا لهوي ده انا بحبها. انا مش حبايه انا بحبها والله العظيم. ثلاثه لو عملتها اقسم بالله يا شريف هتقول لي هتكلمت تقول لي ايه اللي كان فايتني كتير. وانت فين؟ هروح اكل عندك وانت. طب والله يوم ما تيجي اعملها. يوم ما تيجي اقول لك او انت تجي ونعملها عندك. يلا جدا خلاص انا جاهز. ده حصل. طيب نرجع لمرجوعنا. انت اشتغلت كمان دراما لذيذه قوي وكذا هيت حلوين جدا ومع زي ما انا قلت اشخاص او نجوم انت عارف قيمتهم ودي حاجه مهمه. يعني انت في كل فرصه خدتها مش بس كنت بتبص على الفرصه واديتك ايه الفرصه، انت كمان عندك تقدير قوي للشخص او النجم اللي الفرصه دي حطتك او خلتك محتك بيه. يعني زي ما حكيت على قد ايه استاذ عادل امام حاجه مهمه في حياتك، استاذ محمود عبد العزيز حاجه مهمه في حياتك. طبعا استاذ سمير غانم الف رحمه ونور عليه طبعا ده من اهم الحاجات اللي في حياتي. عم طيب احمد انت بديل. عشان مقدر الناس دي عشان انت الجيل اللي شاف الناس دي زينا كلنا فقط
ولا ايه؟ يعني ليه انت، ما هو انت ناس كتير بتشتغل مع الناس دي وبيقعدوا يتكلموا على ان هم مع كامل احترامهم جميعا يعني، طبعا وكنت بتفرج عليهم وهايلين واتعلمت منهم كتير، ده الكلام اللي بيتقال في البرامج يعني. ايوه بس انا ما شفتش بصراحه، قليل قوي يا عمرو اللي شفتهم بجد قد كده معتزين بان ربنا حطهم في اوضه مثلا مع محمود عبد العزيز او مع محمد صبحي او مع عادل امام، قد كده انت مقدر ده قوي. ما هو بص، احنا ده من حتى اول مره قعدنا. الجيل بتاعنا ده طلع لقى مين بيمثل، ماشي، مين محدش قال العتاولة، حاجه. مين العتاولة، ماشي، محدش لا قال حاجه. دول العتاولة. ماشي، انا بالنسبة لي كعمرو عبد العزيز، لما انا بحسبها حسبة تانية، لما انا بقى كنت عيل زبلة كده اقعد بتفرج على التلفزيون على مسلسل زي رأفت الهجان، على مسلسل زي دموع في عيون وقحة، وانت عايز زبله كده وتقول يا لو اشوفه على الطبيعه، صحيح. فما بالك بقى ربك يريد خير وانك تقف قدام هذا النجم تشتغل معاه. لا دي متعه، دي متعه، وتستغلها انك تتعلم منه. انا بقولها وبقولها كل حد، لو ربنا كرمك واشتغلت مع نجم استغله على قد ما تقدر وتعلم منه، اتعلم منه، مش تتعلم منه في التمثيل بس، في احترامه، في في أدائه، في انسانياته. بس إنسانياته. انت كنت اعتقد من غير ما ابقى معاك في لوكيشن يعني، بس اعتقد هتعمل مجهود عشان تقرب الناس دي فيبقى كمان ليك علاقه بيها انسانيه. انت بتقولي مثلا احنا بقينا انا والدكتور عايز تبقى صحاب، انت استاذ سمير غانم كنت صحاب. دي من عند الله. ايوه، ليه؟ ما هو ياما ناس بتخش وتمشي عادي. أنا أعوذ بالله من قلت، أنا يعني أنا في اللوكيشن ما بحبش أعمل لا حالة توتر ولا بعيش ان انا دور بقى ان انا نجم وان انا ممثل. انا جاي رايح امثل، انا عشان عندي كونكلوجن، انا بمثل ليه؟ عشان انا بحب ابسط الناس وابسط معاهم. ده انا، ده المنطق اللي انا شغال بيه. اوكي، لو انا رايح بقى من منطلق اللي هو مش عارف ايه بتاع المسلسل، الورق فين؟ هاتولي الورق على الاوضه بسرعه. لا اصل مش، طب ليه؟ 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 انا فاكر ليا واحد صاحبي اسمه طارق، طارق ده مهندس دلوقتي عايش في ميونخ، شغال دلوقتي بره بقاله اكتر من 15 سنه، وكان استاذ عادل امام بيعمل مسرحيه الزعيم، كان بوستر الزعيم كاريكاتير كبير خشب على مسرح الهرم، واجهته طبعا كبيره قوي طبعا بالبيجامه برضو. كان من فوق بتفصيل. البدله ايوه ومن بتحت تحت بنطلون البنطلون بيجامه البيجامه كاستور، والصوابع. ايوه واقف ده عامل كان من كده. اكتر الحاجات الكريتيف اللي كانت وقتها. ده كان هايل. طبعا طبعا. وقفت كده الناحية التانية عشان أشوف البوستر الكبير، أقسم بالله هذا ما حدث. وقفت بصيت للصورة، فصاحبي قال لي هو إحنا هنقعد نقضي اليوم متنح للصورة ما تيال؟ قلت له تصدق قال يا طارق أنا في يوم من الأيام هقف أشتغل مع الراجل ده. قال لي معلش ربنا يكرمك، يلا حبيبي، بس هي هبت بقى، عيل لسه فول إعدادي. طبعا طبعا. أنت تشتغل مع مين؟ أنت آخرك، قال لي أنت آخرك تقطع تيكت وتخش تتفرج عليه في المسرح. قلت له طب تصدق بقى أنا هشتغل معاه. فاول ما عملت مرجان رحت باعت له، قلت له ايه انت رايك يا قلبك اسود كلب قوي. السرايا، قلت له ايه رايك يا كلب السرايا، شفت انا اشتغلت مع مين يا كلب السرايا؟ قال لي ايه ده؟ قلت له ايه رايك، فاكر يوم ما وقفنا وقلت لك؟ قال لي إيه، انا انبسطت قوي، مبروك وبتاع. قلت له بعد كده لو حبيت انت تتصور مع استاذ عادل ابقى كلمني وانا اكلمه لك. فانت مقدر الناس دي قوي. طبعا. مين الناس يعني، انا عارف زي ما قلت استاذ سمير غانم استاذ محمد عبد العزيز، مين تاني؟ مين الناس اللي انت حاسس ان انت دي كانت ناس مهمه في حياتك، بعيدا عن ان انت جمعتك بيهم الفرصه، لا انسانيا غيروا فيك انسانيا قيمه او برسبكتيف انسانيا؟ بص في ناس من هم يعني انا هعتبر لك، هقول لك من اصحاب الفضل والانسانيا واللي اكدت علاقتي بيهم كويس، هم كتير قوي، بس انا في ناس يعني ناس غيروا غيروا يعني. لو عمرو ده قدامي كيان دلوقتي في مبادئ او في حاجات او في صفات متغيره من ساعه ما عمرو دخل، في جزء كبير قوي للناس دي جواه. لا ده أبو كتير فضله يعني، استاذ عادل امام مثلا غير فيك ايه؟ استاذ عادل امام غير فيا ان انت يعني ايه تعيش تحب كلمه نجم، بس انك تعيشها ده تروح في داهيه، وانك تلتزم النجم هو التزام النجم وتفاصيل الشخصيه، وانك ما تاخدش كل حاجه من بره. استاذ محمود عبد العزيز اتعلمت منه تفصيله التفصيله، الشخصيه دي قبل ما تمثل هتاكل ازاي، هتشرب ازاي، هتمسك السيجاره ازاي،
نبرة صوتها ازاي، لان كل شخصية ليها نبرة صوت. يعني انت ما ينفعش تبقى عامل ضابط مباحث وتتكلم كده تقول له يا راجل يا راجل ده التحقيق اللي احنا بقول لك. لا، في حاجة اسمها لغة العين، ازاي تبص في عين اللي قدامك وتخليه ياخد. يعني في مشهد انا مش هنساه، انا خفت ان الاستاذ محمود اول يوم تصوير وفي لازمه انا كنت ماسكها، ففي البروفه بقول له اه الكلام ده في الجنينه، قال لي فين يا حبيبي؟ قلت له في الجنينه، ده في البروفه. عملنا بروفه، ففجاه في التصوير مش عارف بقول ايه، بس انا هاخد فلوس. قلت له اه ده الكلام ده في الجنينه. فجاه لقيته راح بص لي كده قال لي فين يا حبيبي؟ انا رحت عامل كده قال لي ايه يا زيزو واتش ليه؟ قلت له انا اتثبت اتثبت، لان انا بصيت في عينه. من هنا بقى قصه ان انت لازم الممثل اللي قدامك تقف تاخد من عينه، دي مهمه جدا جدا. استاذ سمير غانم اتعلمت منه الافيه ترمي مره، لانه قال لي جمله حلوه برضو قوي. كنا بنصور ففي افيه قاله في الاول تيك، جه في تاني تيك قال افيه تاني خالص. قلت له لا يا صموره ده الافيه الاولاني كان جامد. قال لي حلاوته في بقي راحت. قال لي الإفيه بيبقى عامل زي السكر اللي في اللبانة. ايوه، في ناس ما بتحبش تعيد كتير عشان لما بتعيد التلقائيه بتقول. لو فضلت تعمل الإفيه كده هيبقى شكلك مش حلو، هتبقى ممل وانت هتزهق، وده بيحصل فعلا. عشان كده هو ملك التلقائيه. بالظبط، انت لو شفت سمير غانم على المسرح كل يوم مش زي التاني. الإفيه السهل الممتنع. صحيح، استاذ سمير غانم هو صاحب مدرسه السهل الممتنع. استاذ محمد صبحي اتعلمت منه برضو الالتزام بقى في المسرح، وازاي توظف صوتك، وازاي انت في كل وقفه في المسرح طبقه صوتك تختلف ازاي، وتحضر للشخصيه ازاي، وتتكلم ازاي. انت بتقلدهم، انت دي حاجه عند ربنا. اه يعني انت لما تيجي تتكلم عن محمد صبحي انت بقيت محمد صبحي. ما هو لازم متفقين. اه ما هو انا بحب ده، انت ما بتعملش مجهود في ده. يعني هي بتيجي كده، هي بتيجي لان انا الشخص اللي انا بيبقى مأثر فيا او اللي انا بحبه بحب اقلده. عمرك قلدتهم قدامهم؟ اه طبعا، قلدت استاذ صبحي قدامه. حد زعل؟ آه، هو في الاول كان جازز اول 10 ثواني كان اللي هو ده. ايوه اي معلش، سؤال، انت منك لنفسك ولا حد قال له ده بيقلد فرحت انت؟ لا، قلدت. ده هو اليوم ده كان يوم فري، كنا في الاستوديو في الورشه عندنا، كنت في ورشته قبل ما ادخل عند استاذ خالد. انت اشتغلت مع غزل البنات صح؟ لا انا اشتغلت مع، احنا ما اشتغلناش، انا كنت في الورشه عنده بس ما اشتغلناش مع بعض. اشتغلنا مع بعض بس فارس بلا جواد، ده اول حاجه خالص. ايام ما كنت زحلف صغير كده. فاكو انا كنت زحلوفا. اشتغلت مع استاذ صبحي. ففي اليوم ده فري، قال لك النهارده فري، اللي عايز يغني، اللي عايز يقول شعر، اللي عايز مش عارف ايه، يعني انتوا احرار. فجيت قلت له طيب انا عايز اقلدك. قال لي اه الكاركترات. قلت له لا غير الكاركترات، اقلدك وانت بتشتغل. قلت له بص كده، قال لي تعمل ايه؟ قلت له هقلدك وانت بتشتغل. راح ماسك المايك قال لهم طيب يا ريت تقعدوا عشان في واحد صاحبكم جالي على نفسه. جاي على نفسه بقى. اه، فاليوم ده بقى كان الطلبه كلهم، وحظنا بقى كانت علاء الشربجي موجوده، وحسن عفيف الله يرحمه وبتاع، وتك تك 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 تك. اول ما لقى العيال في الارض من الضحك، ولو احتقفش له تفصيله فضحك. دي حتى قلت له ايوه يا صبحي انت بتعمل كده، انت ما بتشوفش نفسك ومش عارف ايه. فبعد ما خلصت قال لي انبسطت؟ لا ده حد الناس عليا انبسطت. قلت له لا يا استاذ ما بضحكش الناس عليك، انا بعمل كده يعني؟ قلت له ايوه يا استاذ. فجينا في مره وهو بيرسم حركه فقال له فين عمرو عبد العزيز؟ قال لي سجل عشان تعرف تقلد كويس. وانت بعد كده، وده بقى برضه سبحان الله، ومعرفش ده الغنى ده كان موجود حاجه بس مخبيها ولا ايه، بس وظفت ده في الغنى في ايامنا الحلوه. اللي عملت لك كارت معرفه تاني خالص مع الناس. أيوة. سواء من طريق الفرقه والعروض المباشره، او طريق بقى كمان صاحبه السعاده واللي حصل في صاحبه السعاده من فؤاد المهندس ومن فوازير ومن مش عارف ايه وبتاع. الحكايه دي برضو جت ازاي؟ وزي ما انت قلت انا اي حاجه فن دايس فيها، بس فكره ان انت توظف التقليد في الغنى في حاجه اصلا قائمه جت ازاي؟ بص يعني رحم الله امرئ على فقد رسول، انا مش مطرب. ماشي، بس انت بتحب الغنى. انا بحب الغنى، بأدي يعني، انا ودني حلوه ان انا اادي اغنيه. ماشي. فكان عثمان ومحمد عثمان المايسترو وفرقه ايامنا الحلوه
هم اصحابي جدا، فبحضر لهم حفله في يوم، فانا بسمع مزيكا شريف بنهرش. شفت فؤاد المهندس في العتبه جزاز يسمع مزيكا وده بترقص، انا كنت كده. فقلت لعثمان، قلت له ده انا كان فاضل لي دقيقه واطلع اغني معاكم على المسرح. فبعدها بفتره عثمان كان بيحضر لبروجكت اغاني المسرحيات، فقال لي بقول لك ايه، ما تيجي احنا بنعمل كذا كذا كذا، وانا يعني ما تيجي. وانت ولا على بالك؟ اه قلت له يا ريت. قلت له طبعا على فكره ما بغنيش. قال لي انا مش عايزك تغني، انا عايزك تأدي. جينا ففي حفله سبقت البروجكت، كانت في سيد الصاوي. قال لي بقول لك ايه، ما تيجي بقى الحفله اللي جايه تطلع معايا. قلت له اطلع فين؟ قال لي تغني. قلت له اغني قدام الناس؟ قال لي اه. اما انت بتغني؟ قلت له لا. قال لي لا انت بتغني، انا مايسترو الفرقه وانا اللي بقول لك انت بتغني وبتغني صح. قلت له ازاي؟ قال لي تعالى ونعتبرها تعارف، يعني اتبسطت كمل، ما اتبسطتش كان الله بالسر عليه. دي الحفله اللي انا غنيت فيها كيمي كيمي كا بتاعت استاذ محمود، دي كانت اول طالعه عليا. فقاعد التمثيل لو انت غلطت على المسرح هتعدي، لكن انت بتغني انت معاك فرقه ورا، فانت لو غلطت هم بيكملوا عشان في نوته، فلازم انت اللي تظبط نفسك عليهم مش هم اللي يظبطوا نفسهم عليك. صحيح. طلعت لقيت استقبال ما توقعتوش، الحمد لله رب العالمين. فعثمان حتى انا بحيي رحمه مالي عليا كده، قال لي انت دخلت مش خيارك بقى كده خلاص. وكانت انا تجربتي مع ايامنا الحلوه تجربه ممتعه، انك تسمع المزيكا وتقعد وتخش استوديو وتقول وتعمل بروفات لايف، تقعد مع الموسيقيين يقول لك لا مش بالطبقه دي، لا قول اعلى شويه، طب عمرو احنا هنرفعها نص تون، فحاول توصل للطبقه دي. ده بينفعك ممثل كمان طبعا. التيمبو، ايقاع، يعني انت لما بتغني اغنيه لفؤاد المهندس غير لسمير غانم غير لنجاح الموجي غير لاحمد بديل غير لعادل امام، كل واحد ليه طريقه وكل واحد ليه تيمبو في شخصيته بيظهر في الاغنيه بتاعته. بس وعجباك اللعبه وكمل فيها؟ اه لا انا بحب الفرقه جدا جدا. بس مش حاسس ان ده ممكن يكون التزام كبير على ان انت اوريدي بتشتغل وعندك حاجتك وعندك ما حياتك؟ ما احنا انا متفق مع عثمان، قلت له انا ممثل في المقام الاول، يعني انا لو جالي شغل تصوير او جالي مسرح او جالي حاجه ريليتد بشغلتي، قال لي طبعا تروح مباشره اولويه. طبعا. بمناسبه المسرح، اداك ايه المسرح او يدي ايه المسرح ممثل؟ لا مسرح يعني قد ايه مهم؟ مهم جدا المسرح، يعني للممثل المسرح اللي يشتغل مسرح. بس الناس كتيره بيقول لك بس صعب، اصل التزام، عايز تكشف هيك. ممثل وقفه على خشبه المسرح من الاخر. ليه؟ التصوير في ستوب، في نعيد، في احسن، في مش عارف ايه وبتاع. التلفزيون والسينما فيها كل ده، المسرح ما فيهوش ستوب. زي ماتش الكوره، انت نزلت وريني هتلعب ازاي. فخشبه المسرح اللي يقول لك انا ممثل جامد، انا بقعد في التصوير بالمشهد بعمله كده مش عارف ايه، يقول له طيب اطلع بعمل المشهد ده كده على المسرح. طلعوا على المسرح زي ما بيقول، قول يا باشا وجايزتك هتاخدها وانت واقف. اوكي. لان السوكسي درجات، في اللي هو وفي اللي هو وفي اللي هو ده. بس في مثلا ناس، مثلا واحده زي فنانه شاديه مثلا، دي واحده عمرها ما وقفت على مسرح، ويوم ما وقفت على مسرح وقفت على مسرح. ليه؟ دي موهبه بقى على ربنا طبعا قبل المقام الاول. ليه؟ مع انها مسيره سينما. ليه؟ انا طول عمري بسال نفس السؤال. كان في بعد ربنا طبعا، بعد توفيق ربنا، كان في حسين كمال، كان في بليغ حمدي، كان في عمار الشرقية، كان في سمير خفاجة، كان في بهجة قمر. فكل دول واخدينهم في حضنها كده، احنا هنطلع بيكي. وخلي بالك المسرحية دي ما كانتش شادية في الأول، كانت شويكار. ولما شويكار جالها عمل وسمير خفاجة قال انا هجيب شادية، فكل الجرايد كتبت نهاية الفنانين المتحدين وفشل ذريع قبل ما يفتحوا. انا ما اعرفش القصة دي، انا عارف هي كانت شويكار. وفشل ذريع، ويا رب بس تكملوا اول اسبوع عرض. وبقول لك ايه، احباط، وكل ده لسه شادية ما طلعتش. وانس ان الدعاية والاعلان نزلوا، المسرحية ارش كومبلي لمدة 6 شهور، مفيش كرسي. ليه؟ لأول مرة شادية
فيس تو فيس مع الناس. انت هتدفع فلوس عشان تدخل تشوف شادية. صحيح. ده بفلوس. صحيح. اه طبعا ملابسه اللي باب الله يرحمه واستاذ عبد الملك. لا هو عمل هو ميوزيكال محترم. لكن يعني انت النهارده كبير. انت النهارده انت داخل تدفع فلوس عشان تتفرج على شادية. فمش كل ممثل سينما يقدر يقف على المسرح، ومش كل ممثل مسرح على فكره برضو بيعرف يعمل سينما كويس، لسبب لانه كتير جدا المبالغه. بالظبط. يمكن دي حاجات عانى منها حتى كبار نجومنا استاذ يوسف شاهين، وهو نفسه كان بيعمل بارودي على نفسه في كتير. أيوه. شعر أيوه. حب لو تفتكر وغيره يعني. ما هي هي شعره. هي شعرايه، وفي الاول وفي الاخر ده توفيق من ربنا. انت عليك ان تجتهد. فاهم ازاي؟ انت بتجتهد بس يعني انت جالك دور حلو. انت النهارده شريف نور الدين، انا جيت قلت لك تعالى انت هتعمل برنامج طبخ في رمضان، تقول لي لا 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 انا ما اعملوش، انا اصل انا واخد. قول لي قول له لا اعمله. تعالى النهارده استاذ شريف انت النهارده هتطلع هوا في برنامج سياسي، انت اللي هتغطي افتتاح مش عارف مؤتمر القمه اللي فيها. تقول لهم لا اصل انا مش متعود اغطي مؤتمرات. لا طب ليه؟ فشل. عشان انت مذيع، مش مكتوب في بطاقتك انك مذيع برامج كوميدي. صحيح. او مذيع توك شو. صحيح. بالمناسبه دي برضو انت سبحان الله انت جاي بيرفكت على السؤال اللي جاي. انت لما حد لما تبص على السي في بتاعك في حاجات كويسه جدا جدا. مش حسسني قال لك صحيفه الحاله الجنائيه. بص على السي في بتاعك. معاك. لا انا ما بحبش. احنا يا باشا انت باشا انت اللي باشا. الله الله انت مرتاح مرتاح معانا ولا ساعتين. وفي حاجات مش قوي. خلاص ماشي خلينا نقول مش قوي. اتفضل ماشي. ال كواحد بروفيشنال، كواحد انت راجل النهارده في الاول والاخر ده اكل عيشك، وده تمام ومنطقي جدا يعني. اكيد انت لو هترجع بالزمن في حاجات مش هتبقى مبسوط قوي ان انت عملتها. خلاص. انت لما بتيجي النهارده تختار ازاي بتعرف تواجه وانت واحد شغوف قوي اللي بتحبه؟ تعرف ليه بسالك السؤال ده؟ عشان لو في ناس بالنسبه لهم ده اكل عيش وكويسين فيه جدا، بس لما يعملوا حاجه بتاعت اكل عيش هتقول ماشي ماشي مشكله. لكن في ناس لما يعملوا حاجه اكل عيش بحت او انت عارف ان هي مش قد كده تقول ليه يعني؟ ما انت احسن من كده، انت يو كان دو بيتر. فاهم قصدي؟ فانت اولا متفق معايا في ده ولا لا؟ وازاي تعرف تعمل البالانس ما بين انه انت شغوف وبتحب اللي بتعمله وعايز تعمل حاجه ليها معنى وفي اكل عيش برضه؟ ما هو بص المعادله دي انت اولا متفق معايا ولا لا؟ اه طبعا. في يعني مش معترض. لا بص ده حلو قوي عشان الناس يقول لك ليه والله بس ده كان عمل جميل. لا 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 بص ماشي. الممثل هو قبل ما يبقى ممثل هو خلقه الله ايه؟ انسان. هو بني ادم. تمام. بياكل بيشرب بيدفع اقساط مدارس بيدفع اقساط عربيه بيدفع اقساط شقه. صح. لبس مفهوم. واحنا شغلانتنا مش ثابته يعني طبعاً. انت مفيش مرتب. ده انت ممكن تقعد تشتغل 3 شهور والتسع شهور بتوع السنه انت عم مريح. فاذا انت كبني ادم عندك متطلبات، فممكن في عز الازمه دي في عز الازمه ماديه وانت عندك يجي لك حاجة انت شايف انها لا تضيف، ولكن انت في اللي بيسموها نحتايه. بالظبط. ولكن في ظل ان انت هتعمل نحتايه اعملها بشكل محترم، لعل وعسى ان النحتايه دي اللي انت ما استخفتش بيها وعملتها حلو تجيب لك حاجه في حاجه كبيره. حصلت معاك؟ آه لما تقول لي النحتايه. لا اقول لك فيلم وما نزلش وعملته عشان كنت عايز فلوس. 2008 اوكي. فيلم ما نزلش. حلو. كلموني قالوا لي كذا، فساعتها ما كانش فيه فلوس فطلبت رقم فاخدت الرقم. الرقم ده انا اخدته سددت بقى ديون كان هنا وسددت مش عارف مين، وكنت واخد فلوس من ناس صحابي سددتها، فبدات اخد نفسي. فتمام. ولو كان نزل ما كنتش هتبرأ منه واقول انا مش عارف وانا وبتاع. يعني انا لو رجع بيا الزمن فيلم ايظنه مثلا ما كنتش هعمله. ليه؟ لان انا دلوقتي اللهم لك الحمد انا الناس عرفت عمرو عبد العزيز بكذا شكل، مش هينفع اعمل دور زي ده تاني. انا عملته مره. الشاطر انه يضرب ويجري، ما يضربش ويفضل يضرب يضرب بنفس المنطقه في نفس الشكل. يعني انا محمد السبكي مره في فيلم اسمه حديد كان بتاع عمرو سعد، لقيت محمد السبكي بيكلمني بيقول لي تعالى لي مكتب عايز اتكلم معاك. رحت له فشرح لي دور في الفيلم، لقيته شبه بتاع ايظن. قلت له على جثتي. قال لي انت بتقولي لا؟ قلت له انا انزل معاك مساعد مخرج، انا اجي لك الفيلم ده في شرف اعمل لك اللي انت عايزه الا ان اعمل الشخصيه دي. قال لي ليه؟
ما انت دي كانت، قلت له حلو، دي كانت في 2006، كان لسه عيل صغير وعايز يتعرف وعايز بيدور على اي فرصه. لكن انا النهارده لو عملت الدور ده تاني، اذا انا بثبت الشخصيه دي عليا. طب رديت على سؤال، يعني انت عارف ومدرك طبعًا. ده ومخلي بالك. بص يا شريف، طول ما انت متصالح مع نفسك وراضي بقضاء الله وانت تمام جدا، هترتاح في حياتك في حاجات كتير مش في شغلك بس. بتحس ساعات انه المفروض ابقى في حته احسن. كله بتاع ربنا. انا بقول الحمد لله، لان في حد تحت يعني بيقول نفسي هتوصل لها. ايوه اسرع شويه. لا خالص، خلي بالك، حسن حسني الله يرحمه ما بقاش نجم غير لما عدى 50. انت بتحبه قوي جدا جدا. بص زي ما بيقولوا، كل حاجه وليها وقتها، وكل ممثل عنده حاجه اسمها اللمبه. ما كلنا بنمثل حلو، كلنا ممثلين كويسين، بس يعني هقول لك على حاجه. محمد جمعه بتاع كله رايح، في طبعا محمد جمعه ممثل تقيل وبيمثل مسارح دوله من زمان. لما كلموه في مسلسل عمل فيه الافيه بتاع كله رايح، هو رايح على 3 مشاهد. صحيح. هو رايح على 3 مشاهد عم ضياء. ايوه. فهم ال3 مشاهد دول لما عملهم وراحوا المونتاج فوقعوا، فقال لك لا، يا ريت عم ضياء يكمل معانا شويه. هم كانوا بيصوروا في رمضان، فبداوا يكتبوا مشاهد لعم ضياء. فاذا هو محمد جمعه من قبل عم ضياء؟ لا، هو محمد جمعه عامل مسلسلات قد كده وعامل افلام ما حدش كان بيشوفه كويس، وعامل مسارح واخد جوائز في مسرح الدوله قد كده. بس هي ايه؟ اللمبه نورت في الوقت ده، وكان بيشتغل وكان راضي وكان مع في اسماء لو عدتهم لك كتير. بس احنا للاسف بنستسهل. مش بنستهجن، مش بنستسهل، بس احنا بني ادمين فبنستعجل. هقول لك على حاجه. طب الاستاذ محمد بني ادمين برضه في الاخر. محمد محمود طبعا ده كوميديان فرسير من الطراز الاول. صحيح. واشتغل كميه مسارح مسرحيات مع سمير غانم لا تعد ولا تحصى. صحيح. وافلام، وعمل امير البحار اللي هو ممس. ممس ده بدات الناس تلتفت لاسامه محمد محمود، والنهارده الله اكبر ما شاء الله. صحيح. كان طالع دور تاني على طول قدام دكتور يحيى الفخراني السنه اللي فاتت. ممثل وتقيل، بس عشان كده بقول لك احنا بنستسهل. يعني يجي لك دور فيه اب يقول لك كلمه عم صلاح عبد الله، كلموا فلان، دول في حد بيضحك كلموا فلان. طب ما انا ممكن اطلع اوت اوف ذا بوكس، ما اجيب ناس اوريدي ممثلين بس احطهم في حته جديده. احنا للاسف افتقدنا لصناعه الستار ميكر. يعني زمان كان المنتج بيجيب مثلا نجلاء فتحي، اللي هو كان سهران في شيبرد في مسابقه ملكات الجمال، فلقى البنوته دي لطيفه، فانت اسمك ايه؟ اسمي مريم. فيقول لها لا لا لا، هنغيره، احنا هنسميه نجلاء. ايوه القصص الكلاسيكيه. ايوه ده حقيقي كان بيحصل. صحيح. ايوه طبعا، ما دي قصه على فكره، دي قصه كلاسيكيه لمعظم نجمات جيل معين. ايوه يعني. لبلبه كانت في مسابقه مش عارف اختيار ايه، برنامج بابا شارو بتاع مش عارف ايه، فشافها نيازي مصطفى قال لها يا حلوه انت بتعملي. ما بقاش ده موجود دلوقتي، عشان بقى في دلوقتي مكاتب كاستنج والكاستنج دايركتور والحاجات دي كلها، ما كانش موجود زمان. كان زمان اللي بينقي المنتج والمخرج ويعرضوا الاختيار على البطل. صحيح. شفت بقى احنا جبنا لك مين؟ دي وجه جديد هتدغدغ الدنيا. فتعمل فيلم يقول لها انت اكتشاف، انا همضيكي فيلمين بس ما تتنكيش علينا يا نجمه. فتقول له انا هاخد في الفيلم مثلا 75 جنيه. بس 75 يا بيه، انا بتفرج على فيلم من كام يوم حتى شهرتها صباح داخله جروبي. بتقول للراجل مساء الخير، قال لها مساء النور يا فندم. قال له من فضلك عايزه 1500 حته جاتوه، يكونوا جاهزين خلال قد ايه؟ قال لها خلال ساعه يا فندم. قالت له طيب الحساب كام؟ 30 جنيه. 1500 حته جاتوه ب 30 جنيه. حسبي الله ونعم الوكيل. انت خليك بقى اسكت بقى يا استاذ عمرو عشان ما نعيطش جنب بعض. طب بص بقى، هلعب معاك لعبه ثانيه. يلا. بس اللعبه دي عباره عن حاجه بقى اللي عايزها تفكير شويه، مش تفكير بس حاجه لعبه. مش انا. معلش. هحاول نحاول. رابيد فاير. رابيد فاير دي عباره عن حسابات سؤال. ابيتايزر ايه؟ تعالى بس تعالى بس اسكت بس هتتقل. اتقل هتلاقي الجايه في وشك. سؤال هترد عليه على طول من غير ما تفكر خالص. يعني هسالك السؤال هترد اول حاجه تيجي في دماغك. ما تفكرش. او فكر وقول في ساعتها وحاجات لذيذه مش حاجات. طيب ماشي. محرجه يعني. تمام. لو اقدر العب شخصيه تاريخيه ممكن تبقى مين؟ سيره ذاتيه. محمد علي باشا. ليه بسرعه؟ شخصيه سريه وعنده حواديت وحكايات كتير. يليها الملك فاروق. ماشي. كنت سريع عبدين صح؟ لا كنت عملت حاجه كده. مبارك كنت عامل خديوي سعيد.
لكن انا لو شخصيه تاريخيه اعمل محمد علي باشا يليه الملك فاروق. لو انا ما كنتش في الانترتينمنت اندستري او في صناعه الترفيه كنت هبقى ايه؟ طيار. ايه ده؟ مش دليفري، مش بتاع دليفري يعني، مع احترامي. طيار طيار عشان طيارة. ايوه ما ليه؟ عشان تسافر الدنيا بقى. في كل بلد بنوته، بيبقى لهم في كل بلد مطار يعني. مطار. اكذب عليك؟ لا لا ما اكذب عليك ليه؟ ما انا قلت لك ما انت بتلعب على صح. بالظبط. الحاجه الوحيده اكتر حاجه بحبها في التمثيل هي ايه؟ التمثيل، التقمص، انك تلبس شخصيه. تحب تشتغل في مشاريع عالميه ولا لا؟ طبعا، بس على حسب المشروع العالمي ده مع مين وفين. ما تجيش تقول لي مثلا في فيلم بيتعمل في تل ابيب وعايزك وهديك 2 مليون دولار، هقول لك انا اسف اخدهم. طيب الكاركتر يعني دايما بيبقى فيه دايما الرد بتاع، ما هيبقى فيه كاركتر بتاع الميدل ايستر يعني، هيبقى الارهابي يا بحب مش عارف ايه يا بحب، هترفض؟ لا الدور، ما هو انا ممكن اكتب، ممكن يجي لي دور ارهابي، بس الارهابي ده جوه الفيلم ايه؟ ممكن يكون غلبان، ممكن يكون الظروف اللي حواليه ادته لده، ممكن يكون بيطلع يعمل كده ويرجع في بيته يقعد يعيط ويلطم. يبقى انا وريت الناس ان ده ارهابي بس بيرجع البيت ممكن يبقى بيندم وبيعيط ويقول ازاي عملت كده. مش شرط، لو على حسب الدور الحلو يا شريف. اكتر فيلم بحبه في حياتي هو العتبة جزاز. ايه الراندوم اشمعنى؟ بس كده؟ جدا يعني اي وقت في اي لحظه هتشغل. يا خرابي، يا هو فيلم الامبراطور بتاع احمد زكي، بحبه جدا جدا. راندم قوي يا عمر. يا لهوي، العتبه جزاز ده اتفرج على فؤاد المهندس وهو قاعد كده بيرقص وبتاع، وتشوف وشوف بني ادمين بتطير. هو فيلم تافه بسيط جدا بس يعني جدا. وتشوف بقى في الاخر يعني في فيلم عربي اصلا ما فيش خيال ان هو فجاه هو بينط هيقع من على السور وهو عامل كده وثابت في الجو، هو في حد بيثبت في الجو؟ يعني حاجه اللي هو العتبه جزاز وواقف في الهواء بيعمل كده بيشحن وبيرجع طول ظهره يعني ما فيش كده وفي وقته يعني. بس هو فيلم اولاد، حتى لو هنحسبه اولاد بس انا بحبه جدا. ماشي تمام، ذوقك ماشي. مخرجي المفضل اوف اول تايم، وعلى فكره ممكن يبقى في مصر او بره مصر، استاذ شريف عرفة. وجنبه في الجانب النسائي مدام كامله ابو زكري وساندرا نشأت، يعني في الجانب النسائي الاثنين دول مع بعض. هل مشوارك لحد دلوقتي طلع زي ما تخيلته ولا لا؟ 50%. اوكي، يعني لسه في حاجات كتيره لسه في الصندوق، في بلاوي لسه ليه؟ يعني او ايه ليه؟ لان لسه في ادوار كتير ما عملتهاش، بس انا بقول الحمد لله. الفنان الممثل دايما طماع، بيبقى عايز يعمل ادوار كتير، عايز يعمل شخصيات كتير، عايز يقعد كده يحط صور الكاركترات دي يقعد يتفرج عليها ويقول الله انا عملت تاريخ. بس محمد صبحي كده بالظبط، بحب الحكايه دي. انا كل ما اروح له المسرح بنبهر كل مره، مع ان انا شفت الصور دي 60,000 مره وهو بيحطها في مسرحياته 60,000 مره. ايوه، ومع كده كل ما اخش الاقي كل الكاركترز دي ده له تاريخ، وكل كاركتر ليه قصه فيه وليه طريقه. طبعا طبعا طبعا، ما هو ده اللي بقول لك عليه بقى. ايه اللي جاي يا عم؟ اللي جاي ان شاء الله في فيلم هيتعرض بعد العيد اسمه الرجل الرابع. ايه ده بعد الرجل الثالث بقى على طول؟ عشان نكمل بقى يعني، احنا هم بعد الرجل الثالث نكمل احنا بقى. احنا خدنا تصريح من المحافظه وطلعنا بالرابع بنكمل بقى يعني. ومعانا شله كوميديانات لطاف يعني، معانا حمد. فكرتش تعمل بدون مقاطعه، فكرتش تعمل ستاند اب كوميدي ابدا؟ ليه ناسه؟ انت مش شايف ان انت من الناس؟ ممكن اعمله بس ما بقاش يعني، ما بقاش انا طالع عشان اضحك. هي مشكله الستاند اب كوميدي في مصر ان اللي جاي قاعد تحت، انا جاي عايز اضحك وريني. مش بس في مصر على فكره، في العالم كله. انا بتفرج دلوقتي على شوف فرنساوي على نتفليكس نفس القصه، بس في مصر اكتر. فانت بتبقى طالع اللي هو انت بتحكي حكايه عاديه جدا. هي حلاوه الستاند اب كوميدي ان هو عامل زي التخفيله، انت مش عارف الضربه جايه منين. انت ممكن وانت بتحكي حكايه كده جد جدا وبتاع مش عارف ايه، فهم قايل لك حاجه في النص كده تقوم موقعك. هو ده البلاك كوميدي كمان اكتر من الستاند اب كوميدي. حتى الفيلم اللي هو بتاع احنا بنعمله ده، فيلم يعني الفيلم ده فيه شله كوميديانات، اللي هو لو كل واحد قال افيه احنا عملنا فيلم جوه الفيلم. يعني في حمدي المرغني، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، ياسر الطوبجي، محسن منصور، ابرام سمير، مش يعني في هي توليفه كده، عمرو القاضي، وجميل ضيوف شرف اسقس وسليمان عيد ومحمود البزاوي. ففي يعني في توليفه كده لطيفه جدا، كلهم قريبين من الناس قوي، كل واحد فيهم ليه برضو حته ليه الطعم بتاعه كده في الحته بتاعته يعني. كده والمفروض في مسلسل مع نضال الشافعي ومخرج الاستاذ سامر حمزه اسمه
حدوته اسمها البحث عن فتيحه، هو مسلسل اسمه رد فعل، وفي حدوته من جوه اسمها البحث عن فتيحه، عامل انا سواق تاكسي. حلو ده، شخصية سرية قوي. بحس انها مهما عملت في، يعني بشوف كام حد عملها، يا استاذ نور الشريف عملها، استاذ يحيى نور الشريف عملها، ومين تاني عملها، اشرف دباقي عملها، كذا حد كذا عملها، عمل بس هي تتعمل ازاي؟ يعني في مرة عملها الله يرحمه عبد السلام النابلسي، كان عامل اللي هو كان طالع رجل اعمال، كان انتاجه الفيلم ده رجل اعمال، والزمن جرى عليه واشتغل سواق تاكس، فبيسأل الراجل تاكله كده ليه؟ بيقول له هو انت بتكسب كام في الاسبوع؟ فالراجل قال له يعني جنيه جنيه ونص، قال له كنت بصرفهم في دقيقة. فالراجل قال له ليه سعادتك بتشتغل ايه؟ قال له فتى مجتمع. ايه فتى مجتمع؟ ايه فتى مجتمع؟ دي شغلتك يعني؟ شوف فتى مجتمع، ايه فتى مجتمع؟ مش فتى مجتمع، قال له مش رجل اعمال، قال له فتى مجتمع. انا عارف الفيلم ده، شفته من قريب ما فهمتش خالص. وانت سامعني بس فيلم حلو، كان بيهدم الناس في الفيلم. انت ليه بتاكلي كده خس وجرجير وبترمي في الشارع؟ مش هركبك. ايه هو كان هو كان ليه اتيتيود كده الله يرحمه. انا ممكن اقعد معاك للصبح بس بجد، والله وانا كمان يعني انا جدا ما عنديش ادنى كان لازم انت تيجي القعده دي من اول يوم. شوف ان النصيب، شوف يا اخي، شوف يا اخي، شوف يا اخي، والنبي الحمد لله، الحمد لله. بس هات والله في حاجات بتحصل غريبه، معلش مش عاملين اللوك بتاع البتاع زي ما انت والنبي زي ما انت. سلام يا جماعه. طب انا عشان بس لحق استاذ عمرو، انا هقول لكم باي باي، نشوفكم الحلقه الجايه. القعده السوكسيدي، نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، وباي. سلام، استنوا الحلقه اللي جايه مع شريف نور الدين وبرنامج بالبيجامه، كل يوم اثنين، وكل عام وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب للجي ام اي عشان ما يفوتكوش ولا حلقة.